نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة النقاشية الثالثة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023-2024، وذلك تنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. ناقشت الجلسة الثالثة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بحضور ما يزيد عن 20 خبيرا من عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي في مصر والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية. وخلال الجلسة تم التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الزراعات التعاقدية في ظل نجاحها في زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية ومواجهة تفتت الحيازات الزراعية. We'll be right back.